السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا درس التنفس اللي تعرفنا عليه السنة الماضية، وقلنا بأنه ظاهرة يتم خلالها هدم كلي لمادة الأيض في الخلية وتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال، فيترتب عنه مظاهر نتعرف عليها من خلال هذه التجارب. التجربة الأولى، نضع بذور منتشة في إناء زجاجي به سدادة وبداخله أنبوب يحتوي على ماء الجير. تنطلق منه أنبوبة شعرية معكوفة تنتهي بإناء به محلول ملون، ثم نترك التجربة لمدة قدرها ساعتين. نلاحظ صعود الماء الملون وتعكر رائق الكلس. نفسر بأن تعكر رائق الكلس على أن البذور المنتشة قامت بطرح غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ارتبط مع الجير مما أدى إلى تعكره، وصعود الماء الملون أن البذور المنتشة استهلكت الأكسجين الموجود داخل الإناء الزجاجي، وعند نفاذه تم تصل الأكسجين ما بداخل أنبوبة شعرية، وهذا ما أدى إلى صعود الماء الملون. ومن تقوم البذور المنتشة بظاهرة التنفس المتمثلة في حدوث المبادرات الغازية لامتصاص الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكربون. التجربة الثانية، نحفظ حافظتي حرارة ونضع في الحافظة A بذور منتشة وفي الحافظة B بذور جافة بحيث تكون درجة الحرارة فيهما 20، ثم نضع في كليهما مقياس حرارة. نلاحظ عدم ارتفاع درجة الحرارة في الحافظة B بينما في الحافظة A ارتفعت درجة الحرارة. يعود الارتفاع درجة الحرارة إلى أن البذور المنتشة حررت طاقة مخزنة فخرجت تلك الطاقة على شكل حرارة. كيف حدث ذلك؟ فأثناء عملية الإنتاج يتم هدم الجلوكوز المخزن في الرشيم فتحرر طاقة، بحيث جزء الطاقة يستعمله الرشيم للنمو والجزء الآخر يضيء على شكل حرارة. ومن أثناء الإنتاج تقوم خلايا الرشيم بظاهرة التنفس، حيث يتم خلالها هدم كلي لمادة الجلوكوز وتخزين طاقة كيميائية كامنة فيها لتصبح قابلة للاستعمال، بحيث جزء يستعمل للنمو والجزء الباقي ينتشر على شكل حرارة. في التجربة الثالثة، نقوم بوزن المادة الجافة للبذرة في حالة إنتاجها فتحصلنا على هذه النتائج. نلاحظ تناقص الوزن الجاف خلال 10 أيام الأولى ثم بعدها تزايد. كيف ذلك؟ تكلمنا عن هذا في درس مصدر المادة الضرورية للتركيب الحيوي عند النبيتة، بحيث قلنا بأنه يتم تفكك وهدم الجزيئات العضوية المعقدة في الفلقتين كالنشاء ليهضم إلى جلوكوز يتم استعماله من طرف الرشيم. جزء منه يدخل في النمو والبناء والجزء الآخر يستعمل لتوفير الطاقة بهدف التنفس، وهذا يؤدي إلى تقلص وتكامش الفلقة فقد استنزفت طاقتها. أما بعدها تم زيادة الوزن، وهذا بسبب نمو النبيتة إلى نبات كامل فتتزايد تدريجيا وتنمو، بحيث يحدث فيها التركيب الحيوي بواسطة ظاهرة التركيب الضوئي، وهذا أيضا تكلمنا عليه في درس مصدر المادة الضرورية للتركيب الحيوي عند النبات الكامل. الخلاصة، التنفس هو ظاهرة حيوية تتمثل في هدم كلي للجلوكوز من أجل تحويل طاقة كيميائية كامنة في الجلوكوز إلى طاقة قابلة للاستعمال، وهذه تعتبر من المظاهر الداخلية للتنفس. أما بالنسبة للمظاهر الخارجية فتتمثل في امتصاص الأكسجين وطرح غاز ثاني أكسيد الكربون وتحرير حرارة وفق المعادلة التالية. وهذا في الوسط الهوائي. أما بالنسبة في الوسط اللاهوائي تعرف بالظاهرة التخمر، وهذا ما سنراه بالتفصيل.
الفيديو القادم، وإلى اللقاء.